حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل في المباراة اللي جمعتهم في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025. بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالي في التصفيات الإفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية 2025. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على فريق النجم الكونغولي بنتيجة 45-14 في ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا الأندية اللي بتقام في المغرب في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجاري، ليتأهل إلى ربع النهائي. فوز فريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي فاز على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة 35-27 في ثاني مواجهاته ببطولة إفريقيا الأندية المقامة في المغرب، وبيتأهلنا لربع نهائي بطولة إفريقيا. نادي سيراميكا أعلن تعاقد مع حسين السيد قادما من المصري في صفقة انتقال حر لتدعيم الجبهة اليسرى في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد. الرمية هالة الجهري لاعبة المنتخب الوطني للرماية توجت بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم بالهند في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء. ليلى شريف لاعبة منتخب مصر للتايكوندو فازت بالميدالية الذهبية ببطولة مالبو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية خلال الفترة ما بين 15 وحتى 16 الجاري. كمان فاز معتز بالله عاصم لاعب منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية ببطولة مالبو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية في الفترة من بين 15 وحتى 16 أكتوبر الجاري. منتخب اسكتلندا تعادل امبارح مع منتخب البرتغال واللي أقيمت بينهم على ملعب هامدن بارك في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، وبيتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، وفي المقابل بتتذيل اسكتلندا المجموعة برصيد نقطة واحدة. منتخب إسبانيا حامل لقب كأس الأمم الأوروبية الأخيرة فاز على المنتخب الصربي بنتيجة 3-0 في مباراة لجمعة المنتخبين على ملعب لا كارتوخا ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنى وشاذلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.